مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج تواصل. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. النهارده هنتكلم معاكم في حلاوه المولد، تاثير حلاوه المولد ممكن تعمل ايه فينا، تزود الوزن ولا ما تزودش. احنا دايما مرتبط عندنا المناسبات السعيده بالاكل، يعني العيد الكبير ناكل كتير، حلاوه المولد مش ندوق الحلاوه، ندوس في الحلاوه. النهارده هنشوف تاثير ان احنا ندوس في الحلاوه ده ممكن يعمل فينا ايه، ولكن خلوني بس ارحب بدكتور ايمن. دكتور ايمن اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور خالد، واهلا بيكم كل مشاهدين تواصل والصحه والجمال في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف صحه وسعاده، وكل الامه العربيه بالف خير. طبعا يعني احنا في ميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام، طبعا زي ما الدكتور خالد قال، احنا عاده كل احتفالاتنا مرتبطه بالاكل. طبعا ما ينفعش نعدي كده اعياد من غير ما نحط فيها التاتش بتاعنا الجميل الظريف المصري ونحط فيها اكل. فطبعا ارتبطنا طبعا الاول من اول الغداء يوم ولد النبي، البط بقى والرقاق والحمام، واحيانا طبعا بيبقى في حاجات تانية كتير بتبقى دسمه زي الفته. فاحنا هنبقى يعني النهارده بس كده هنتكلم، هنسيبنا دلوقتي من الغداء وهنخش على حلاوه المولد على طول. هتكلمنا النهارده عن حلاوه المولد، وطبعا عندنا برضو شق تاني هنتكلم فيه عن تغذيه الاطفال في المدارس بمناسبه طبعا دخول المدرسه. دكتوره جيهان الدمرداش، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه، اهلا بيكي دكتوره جيهان. اهلا بيكي واهلا بحضرتك. ميرسي. وانتم طيبين يا رب، والامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. الله يا رب. في البدايه دكتوره جيهان، احنا عايزين نعرف ايه الاخطاء الكل يعني كلنا مش حد معين بنقع فيها وقت ما بنشتري علبه الحلاوه المولد الظريفه الجميله دي على جميع المستويات، في منها الغالي وفي منها الرخيص. أكيد بنغلط وبنبتدي بقى نعمل حاجات خاطئه تماما، هو كبار او صغيرين كل الناس بتحب طبعا حلاوه المولد، يعني مفيش حد ان هو مش بيحبها. بس هو اهم حاجه انا هاكلها ازاي، التوقيت بتاعي امتى، هاكل منها قد ايه كميه، ميعاد ان انا هاكل اصلا امتى، كل الحاجات دي اللي بتبان. اهم حاجه ان انا مثلا يعني انا النهارده جبنا الحلويات، مفروض ان انا هاكلها، ما اكلش بالليل، ممنوع ان هو ناكل حلاوه المولد بالليل علشان هي اصلا فيها سكريات عاليه جدا. وكمان انا احاول ان انا انقي الحاجات اللي يعني السكر فيها قليل، يعني ما انا ما اعتقدش ان في حاجه في حلاوه المولد لا لا لا، في الفوليه والحمصيه الحاجات ديت بتبقى اقل شويه، الناس ما بتاكلهاش. هم بيركزوا في السمسميه والفستقيه والملبن. ده سم جميع جدا الالوان بصراحه، الملبن يعني سكريات مهوله، طاقه مهوله. يعني انا بالنسبه لي طبعا يعني انا المفروض ان احنا نقسم ازاي، انا مش هقول ان احنا هنحرم الناس مش هتاكل و هنقول لا ده الدايت الوزن الكلام ده، لكن انا هاكل قد ايه، ممكن من 50 جرام ل 100 جرام. انا مش لازم اكل كل الانواع وكل الاصناف في يوم واحد، انا ممكن اقسمها ان ممكن في الفطار بعد الفطار مثلا بساعتين اخد حته مثلا من حاجه بحبها، او كذا قطعه بس اجزاء صغيره من كذا حاجه أيوة اللي انا بحبها. اجزاء صغيره دي كل واحد هيقيمها بالنسبه له. انا بالنسبه لي اجزاء صغيره دي ممكن ياخد حته ملبن كده قرصين سمسمية، بالنسبه لك قطعه صغيره. بص، هو ال 100 جرام من كل حاجه من الكلام ده سعرات حراريه مهوله جدا. يعني مثلا الفستقيه ممكن 100 جرام منها 620 سعر حراري، ده 100 جرام انا ما قلتش قطعه بحالها. فطبعا لو احنا دوسنا لو احنا دوسنا هنبوظ الدنيا. المصريين ما بيتعاملوش بالجرام، ما انا عارفه بيتعاملوا بالكيلو، عارفه بالقطعه بالقطعه. لا لا بس الكفته بتبقى صعبه جدا، ده اولا. ثانيا طبعا الناس اللي عندها سكر وضغط وكده هتبقى صعب جدا ان هم ياكلوا حاجات سكرياتها عاليه قوي. ده غير ان انا لو اكلتها بالليل هترفع بقى نسبه السكر في الدم وكده، فلازم بالنهار لازم ان انا مثلا اشرب ميه كتير جدا في اليوم اللي انا هاكل فيه الحلويات دي. مش لازم اكل كل يوم، ممكن يوم او يوم لا، بحيث ان انا يعني ما اعودش الجسم على السعرات العاليه دي. وعادي ممكن تفضل معايا وتفضل معايا مش مشكله، ممكن بتقعد لازم أكلها يعني بالظبط كده. انا ما اعرفش الناس كلها بتحب انها تخلص لا حلاوه المولد ده الاسبوع بتاعها، يبقى لازم لو عدت الاسبوع ده بقت زيها زي حاجه في الدنيا بالظبط كده. هم بيقولوا كده في الاسبوع ده لحمه العيد في الاسبوع بتاع العيد
لازم تخلص. طب ما احنا على طول يعني بناكل لحمه خلال السنه عادي، بس هو اللحمه بتبقى مثلا لا هو لازم اليومين دول هو ده اكتر حاجه. لا ما هي بتبقى اكسباير بعد 4 ايام من انتهاء العيد. لا هي ما بتبقاش اكسبايرد ولا حاجه. لا هو الناس بتتكلم عليها فقط. الناس بتحافظ عليها من الناس بتكون زهقت منها فبتغير وبتاكل حاجه ثانيه بس مش اكتر. فانا بالنسبه برضو للحلويات يعني مثلا لازم اهتم بان انا اليوم اللي هاكل فيه حلويات ما اكلش فيه نشويات كتير، اقلل العيش، اقلل الرز والمكرونه في الغداء وفي الفطار بحيث ان يبقى ايه كميه السعرات يعني الحراريه اقل، نحاول نوازن ده شويه ونحط مكان ده بالظبط. ونشرب ميه كويس جدا، يعني لازم اقل حاجه 10 كوبايات ميه في اليوم ما كانش اكتر، بحيث ان انا برضو احاول ان انا اقلل شويه السكريات اللي دخلت لي دي. وبرضو لو لعبنا رياضه او مشينا، يعني المشي ده اقل حاجه انا ممكن اطلبها من اي حد ان هو يمشي نص ساعه في اليوم اللي هياكل فيه حلويات. طب لو خدنا الموضوع التدريجي كده، عندنا اطفال وعندنا مراهقين وعندنا كبار، لو خدنا ياكلوا قد ايه كل واحد، لو هنقسم لهم حلاوه المولد، دايما الاطفال في الحلاوه جري لا والنوجه والحاجات دي ما بيتوصوش، بس طبعا انا برضو بقول دايما ايه ياكلوا حته صغيره، يعني حته صغيره دي اللي هي أيوة ايه هي ماشي لو قطعه نوجه ماشي حاجه سهله. الاطفال برضو حركتهم كتير، لو اكلوا حتى الملبن هم هيحرقوا عشان جري واللعب والحركه الحاجات دي كلها، لكن لو شباب لا ناكل 100 جرام ده يبقى كفايه بالنسبه لنا جدا، هيبقى كفايه جدا في اليوم 100 جرام. طب لو دخلت دلوقتي وفي حاجه بقى كده لسه زي ترند جديد كده يعني كده ظريف بيقولوا عليه الحلاوه الدايت، طبعا انا مش عارفه دايت ازاي بس يعني انت وضحي لي حلاوه دايت. انا حبيت الموضوع ده قوي فانا مش عارفه بصراحه ازاي. الدكتوره جيهان لازم تقولي لها بقى الحلاوه الدايت دي عباره عن ايه. الحلاوه الدايت دي يعني هي معموله من العسل والفركتوز، تمام؟ الصودي سكر الفركتوز سكر لا اي بالظبط كده. فبالنسبه لهم هم يعني ايه علشان فركتوز علشان يتحول لجلوكوز لازم يروح الكبد الاول، فبالنسبه لهم ان ممكن دي تبقى اخف في السكريات بالنسبه لامراض السكر والضغط والناس المزمنه، فدي يعتبروها شويه ان هو يقدر يكسرها بالظبط كده، فيعتبروها ان دي دايت، ولكن هو غلط اصلا. يعني هو اصلا حتى منظمه الصحه العالميه وكده هي قالت ان حاجه زي كده مش مصرح بيها، يعني هي ده هي خطر. مجرد مساله تجاريه، هي مساله تجاريه عشان بس يبيعوا اكتر، لكن بالظبط كده. لكن زي البيبسي الدايت بيطمنوا الناس بيطمنوا يعني الناس، بس المشكله بقى ان هي فعلا بتعلي السكر جدا في الدم وممكن تعلي الضغط وتتعبهم وما حدش عارف، يعني هو فاكر ان هي دايت فخلاص هاكل براحتي كويس. لكن هي زي التانية بالظبط فيها سكريات عاليه برضه. احنا بقى دلوقتي في المدارس والمدارس فيها اطفال، والاطفال بيحتاجين ياكلوا والامهات مش فاضيين ياكلوا. ليه بس الامهات فاضيين؟ والله يا دكتور خالد ياكلوا، بس هي الفكره في ان هم ما بيردوش ياكلوا بالظبط كده، ده فرق كبير جدا. بيبقوا متعبين شويه. الاطفال دايما بيجذبهم الاكل شكله الوانه الحاجات اللي بره اللي هي الفاست فود، طبعا هم بيحبوها جدا عن اكل البيت. ليه؟ علشان هم بره بيعتمدوا على العين بتاعه الطفل، هو بتعجبه الالوان المتناسقه في مثلا في ساندوتش برجر اي حاجه، بيعتمدوا بقى على الحاجات دي. الطفل طبعا بيشبط في اي حاجه، طفل هو مش فاهم اي حاجه، هو شكل الاكل ده عجبه فهو عايز منه. الام بقى ممكن هو الذكاء في ايه، ان الام ممكن تعمل له حاجه زي كده في البيت، حاول برضو تزين له الاكل، تحط له الوان خضار، الطماطم، الكابوتشي، الحاجات دي كلها الالوان الحاجات بالظبط كده، بحيث ان هي تجذبه هي كمان ان هو ياكل الاكل ده. على الاقل حتى لو فيه دهون هتبقى دهون قليله، يعني مش هتبقى دهونها عاليه وهتبقى صحيه ليه، وكمان ضامنه ان هي الاكل نظيف. طيب بره مش ضامنين نظافه الاكل. احنا تطرقنا لتغذيه الطلاب في المدرسه وتغذيه الاطفال بتوعنا الصبح وساندوتش المدرسه اللي عامل يعني قلق الصبح كده، وفي خناقات وفي جري يعني كده بالعصيان الصبح ورا العيال، فانا عايزه اسال ايه اللي ممكن ان انا اعمله للطفل الصبح وما يبصش بسرعه؟ في اكلات معينه كده ما بينفعش انها تبوظ، او بمعنى اصح لو راحت معاه المدرسه خلاص هتفضل قاعده وصاحيه معايا كده وما باظتش ما وصلش يعني المدرسه، بص عليها حمضت. ففي اكلات معينه هو المهم اكيد بتبقى كويسه. هو المهم ان انت ما تكونيش حاطه مثلا طماطم ممكن تحمض، حاجه فيها طحينه برده نفس الكلام، الحاجات اللي ممكن تحمض من الحراره لو قعدت فتره طويله. لكن انا لو عملت له ساندوتش جبنه، لو بيض، اديت له فشار، اديت له خضار بالوانه، ممكن الحاجات بس دي في حاجه لوحدها، علشان لو هي لقى ان لونها غير او ريحتها غيرت خلاص هو مش هياكلها. لكن اهم حاجه ان انت تهتمي الوجبه نفسها
مكوناتها ايه. يعني الوجبه نفسها لازم فيها بروتين، لازم خضار، لازم فاكهه، لازم تهتمي لعصير لميه، ويا ريت الميه افضل، وتدي له الفاكهه يعني طازه اللي هي ثمره، مش الفاكهه مش تدي له عصير. العصير عشان يعني يبقى عليه سكر، بيبقى عليه سكر، اولا بيعلي السكريات مره واحده، ده غير ان الفاكهه فيها الياف فبتبقى مفيده. من اكتر الحاجات اللي بيبقى اشوفها وانا معدي من جنب اي مدرسه، الاقي طفل تخين. وانا فكره ان انا زمان الاقي طفل تخين دي ما كنتش بلاقيها كتير، يعني دايما فكره الاطفال التخان زمان دي كانت قليله. انا فاكر ان كان اتخن واحد عندنا في المدرسه كان يدوب يدوب في سنه زياده كده، لكن دلوقتي لا، طفل تخين تخين ومحتاج ياخد تغذيه. ايه سبب زياده وزن الاطفال المنتشر في الفتره دي؟ هو طبعا الفاست فود، ده لعنه الفاست فود بالظبط كده، ده سبب اساسي. وطبعا لو قله حركه بقى، ما فيش رياضه، ما فيش اهتمام بالتمارين بتاع الطفل، ننزله نعوده ان هو يهتم بصحته واللياقه البدنيه، طبعا ده عامل اساسي ان هو حصل له سمنه. واكيد طبعا مامي علشان مثلا هو عايز حلويات، عايز شوكولاته، عايز مش عارفه ايه، بتريح دماغها تجيب. بابا نفس الكلام، طب يعني مفيش اهتمام، ويقولوا لما يكبر بقى ما هو يعني كل ده هيروح وهيخس وكده. لما يكبر يتخن اكتر، ما ده المشكله بقى، ان هو بيبقى عنده اصلا بعد كده خلاص بقى، ما هو اتعود والسعرات الحراريه المطلوبه بالنسبه له عاليه، ومش متعود اصلا انه يلعب رياضه، وبرضه بيهمل في الميه، في حاجات كتير كده. لو فكروا بالحاجات دي كلها بالظبط كده، والمشكله ان هو ممكن يكون بيقسم وجباته عادي، بس بيقسمها غلط، ان هو بياكل كل الوجبات دسمه وسعراتها الحراريه عاليه جدا. طيب انا دلوقتي خلاص الطفل اللي عندي في البيت ده اكيد هيذاكر، ده لو ربنا كرمه وهيبتدي يذاكر. ربنا يستر يعني. ربنا يسهل ويذاكر يعني. طيب انا في اكلات بتبقى معينه بتزود التركيز، وفي اكلات برضو ضدها بتقلل التركيز او ممنوع منها طفل اثناء من المذاكره. طبعا الاكلات الدسمه كلها اللي ممكن تخليه ان هو يعني فيها كمية دهون عالية جدا، فدي بتخليه ان هو ينعس، يعني ان هو عايز ينام على طول، او تركيزه تركيزه مشتت، وما ينفعش اصلا ان هو ياكل اصلا حتى وجبة الغداء، ما ينفعش ياكل ويقعد يذاكر، دي غلط جدا. اللي هو المذاكرة بعد الاكل مباشرة اساسا ما ينفعش نهائي، لازم ان هو يقعد يستنى ساعتين او ساعة ونص على الاقل. دي فرصة ذهبية، فرصة ذهبية عشان يهرب من المذاكرة. ما هو بيهرب من المذاكره، بس المهم برضو ما ينامش، عشان برضو لو نام بعد الاكل بيسبب ان هو زياده وزن. بالظبط كده، فلازم ان احنا نوظف الساعه ونص ديت مع على ما يبتدي يهضم شويه، وان الدم اللي رايح للمعده يبتدي ان هو بقى يرجع تاني، والمخ وتنشيط للذاكره وكده. ايه الاكلات اللي بتحسن التركيز؟ طبعا بصي، اللي في الحاجات اللي فيها اوميجا 3 طبعا، مكسرات بقى. لو انت مكسرات هيجروا على حلاوه المولد. لا لا لا، ما هي دي مش دي مش دي مش دي هو المكسرات. هو حلاوتها في ايه المكسرات؟ ان هي فيها اوميجا 3 واوميجا 6، ماشي، دي كويسه جدا عشان التركيز وعشان المزاج وعشان كل حاجه. انا احاول ان انا اخد منها المفيد بالنسبه لي، بس مش بكميه كبيره. يعني انا حلاوه المولد ماشي اللي فيها مكسرات انا ما اعترضتش عليها، بس انا بقول كميه قد ايه، اخد من 50 ل 100 جرام بالظبط. يعني بالظبط كده، ده غير ان هي سكريات عاليه جدا، فسعرات حراريه لو انت ال 100 جرام، احنا بنتكلم الفستقيه ب 620 سعر حراري، الحمصيه ممكن في حدود 300 سعر حراري، يعني الحاجات بتختلف، بس انا مهم هاخد ايه، دي اهم حاجه. كويس. طيب في حاجات ممكن اقدر ازود بيها المناعه بتاعت الطفل؟ طبعا، بما اننا يعني خلاص بقى احنا في زمن الكورونا، فيعني اعتقد يعني في حاجات كده ممكن ان احنا حتى ولو على الاقل عشان خاطر نحسن من اداء الجهاز التنفسي. بصي طبعا الـ ممكن الليمون على طول، العسل، معلقه العسل الصبح وبالليل. ان انا اهتم طبعا بالفاكهه بتاعته، الكيوي، الجوافه، البرتقال، اليوستفان، دي كل الحاجات دي كلها. بالظبط كده، والحاجات دي اصلا يعني دلوقتي هي متوفره ليه؟ عشان هو الموسم بتاعها. من السبلمنتس او من ده جدا جدا، الحاجات الطبيعيه افضل بكتير. والرمان ده ممتاز، من ضمن الحاجات الرائعه ممتاز جدا اللي الناس ممكن بالظبط عشان المناعه أزل. وعلشان برضو على فكره اللي هو تنزيل الوزن ممتاز جدا. بخصوص بقى تنزيل الوزن، الموضوع ده مليان خرافات بجد والله، يعني فعلا موضوع الدايت او نزول الوزن فيه خرافات كتيره جدا الناس بتبدا تعتمد عليها. بعض الخرافات دي او اشهر الخرافات دي اللي انا مش عارف هل هي خرافه ولا هل هي حقيقه،
النظام اسمه الكيتو دايت. في ناس بتقول انه من ضمن الخرافات بتاعت التغذيه وان هو بيسبب مشاكل بعد كده، في ناس بتقول انه هو كويس. مدى صحه الكيتو دايت من عدمه؟ بص حضرتك، هو دلوقتي هقول لك على حاجه. كل الكلام اللي بيتقال ده حاجه زي ما اقوله كده، انا بقولها دايما في دماغي، خدعوك فقالوا. ايوه، يعني الكيتو دايت يندرج تحت المقوله دي، يندرج تحته. ليه؟ هما مطلعين ان هو جميل جدا. انا أيوة، ما عنديش مشكله، اللي عايز يتبعه عادي، بس هو مشكله في ايه؟ ان هما بيقولوش الاضرار، الناس مش عارفه الاضرار بتاعته ايه. هو فعلا بينزل الوزن بسرعه جدا، بيعتمد على ان انت بتاخد كميه دهون عاليه، ما بتاخدش نشويات خالص، بتوقف الحاجات دي كلها. الجسم بدل ما هو معتمد ان هو بيوصل له الطاقه عن طريق النشويات، بيعتمد ان هو بيوصل له الطاقه عن طريق الدهون. كويس. فانا دلوقتي بقيت مكنه حرق دهون، بنزل بسرعه، بس الكبد بقى والكلى ايه اللي حصل لهم؟ ايوه، مع مرور الوقت ان انت اتبعته بقى شهر شهرين، انا الكبد والكلى بدا الوظائف بتاعتهم تختل. ممكن ان يحصل بقى تصلب شرايين، ممكن يحصل ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يحصل امراض في الدم. بالظبط كده، يعني الكيتو عباره عن دهون بس، وبياكلوا كميه اكل فيه دهون رهيب رهيب، معظم الفطار والغداء رهيب، كل الوجبات دهون. علشان يقدر ياخد الطاقه اللي هو فقدها، ان هو بياخدش كارب اصلا. فهم ما بيقولوش بقى الضرر ده. انا في ناس، يعني في ناس وصلت ان انا دخلوا العنايه بسبب الكيتو دايت. هو بيخس بسرعه فعلا بسرعة في المجمل كده، لكن بالزبط. في الطبيعي او في الناتج بقى صحته بعد كده مفيش، بتخس معاه بالظبط كل حاجه، الفيتامينز بتقع، الحديد بيحصل له انيميا، المناعه بتتدمر. طب يعني انت بتعمل في نفسك كل ده ليه؟ عشان تخس بسرعه؟ ربنا ما خلقناش كمان عشان احنا نتعامل مع صنف واحد من الاكل. بالظبط صح كده، يعني اعتقد ان لا، احنا الوجبه بتاعتنا لازم تبقى فيه بروتين، فيه دهون، فيه نشويات، في خضار، في فاكهه، وبنسب محسوبه كمان. بالظبط. والالبان، حاجات الالبان كلها. بالظبط. فيعني المفروض ان انا اكون حاسبه الوجبه بتاعتي ازاي، ايه المكونات بتاعتها، وايه مهم. انا ممكن اقلل في النشويات بتاعتي، ما عنديش مشكله، بس هاخد نشويات ما منحهاش. طب احنا لو حبينا بقى ننيم الطفل الحلو الجميل الظريف اللي طول النهار عامل لنا تعب اعصاب في البيت ده، هديله اكل ايه عشان خاطر ينام؟ بصي، هو احسن حاجه بيبقى اللبن، بيبقى استرخاء بقى باللي انت عارفه، اللي هو لبن زبادي، الحاجات اللي هي خفيفه دي، مع مثلا ممكن كورن فليكس مع اللبن، الحاجات دي بتخليه بيساعده ان هو ينام بقى بعد يوم طويل طبعا ودراسه وكده. بس هو دلوقتي في يعني تقريبا في تقسيم للايام، فما فيش مجهود كتير قوي. فانا يعني دايما ممكن اقدر اديله مثلا كوبايه لبن، ممكن اديله مثلا مع ساندوتش فاكهه مثلا، او ساندوتش مثلا صغير مثلا، في جبنه مثلا، او في برضو مثلا بطاطايه ساعات لما كده، يعني ممكن تمشي تعدي. بلاش في العشاء، يعني بلاش في العشاء، يعني بلاش يعني نشويات كتير. بلاش نشويات كتير في العشاء، بلاش ناكلهم خالص. ليه ليه ليه؟ انت قادره مش للدرجه دي. لا ياكلوا، بس هي الفكره كلها ان انا دايما ببقى شايف الفترات الاخيره انها بدات تستسهل، انه دايما حتى التكنولوجيا او الوسائل الحديثه، حتى الاكل دلوقتي اعلانات الاكل رهيبه. ما هي الاعلانات رهيبة. هي معتمده على ايه؟ ما هي الرؤيه، العين. انت نفسك وانت كبير كده في حاجه بتجذبك في الاكل ده. طب ايه هي؟ ما هو الشكل اللي هم عاملينه، الالوان، بيقدموا شكله ازاي، بالظبط. لا، طريقه التصوير، طريقه التصوير وطريقه التصوير برضه ده فن، يعني مش وحاجات معينه بتشدك تخليك، يعني ممكن بعد الحلقه دي انا سمعت اضرار الاكل التكاوي وطلعت بره ماسك الموبايل، لقيت ابلكيشن فلان الفلاني، والله الدكتوره دي كلامها جميل وهي جميله، بس مش مشكله بكتب بس بعدين. انا هبدا من بكره، من بكره أيوة، وده اكتر الحاجات المقوله اللي دايما انا هبدا الدايت من يوم السبت. ايوه، إن شاء الله. من اول الاسبوع بحب امسك الاسبوع من اوله. طيب انا النهارده عايز ادي انظمه للناس او تكون اكثر امانا وفي نفس الوقت تنزل الوزن. ايه الانظمه اللي انت بتفضليها؟ انا اللي بفضله اللي هو نظام اللقيمات، اللي هو يعني ايه، انا باكل كل حاجه، انا مش حارمه نفسي من حاجه، انا باكل كل شيء، بس بوظف الاكل اللي انا هاكله ده كمياته قد ايه، ووقت الوجبات بتاعتي مقسماها. يعني وقت الفطار انا عارفه مثلا هفطر من الساعه 9 الصبح، في عندي سناك وجبه بينيه كده صغيره الساعه 12، الغداء بتاعي الساعه 3، مقسمه اليوم بتاعي، عارفه انا هاكل الساعه كام. يعني ثلاث وجبات رئيسيه مثلا، ممكن مثلا 2 أو 3 بينيات. بالظبط، ما بين كل وجبه والثانيه. بالظبط، اكون مقسمه بقى الحاجات ديت. الوجبات البينيه ديت عباره عن خضار، فاكهه، ممكن مكسرات، ممكن زبادي، كوبايه لبن، اي حاجه بقى خفيفه كده، فشار ممكن، بس ما يكونش بزيت ويبقى مش مملح.
يعني عشان برضو اصل برضو الناس بتكون فاكره ايه يعني، انا مهم ان انا ما ازودش حاجه برضو فيها املاح كتير عشان الجسم بيخزن ميه. انا مهما بشرب في خلال اليوم، في ناس كتير ما بتشربش ميه اصلا، فلما بتيجي تشرب بتشرب كوبايه اتنين، فبتبقى هي بتاخد املاح اكتر من المفروض من الميه تعوضه او تخرجه. فما ينفعش ان انا احط ملح كتير على الاكل او على اي حاجه انا باكلها. عشان كده في ناس كتيره تقول انا مش دي مش دهون والله، شويه ميه بس. ميه شويه ميه زياده. في ناس بتخزن ميه كتير، وفي ناس اصلا لو الوزن بتاعهم زاد فجاه المفروض ان انا ابتدي انتبه لحاجه زي كده واعمل لهم تحاليل. يعني ممكن يكون بسبب غده درقيه، ممكن بسبب انيميا، ممكن في فيتامين د، بيبقى في حاجات كتير الحرق بيقف بسببها. فلازم اكون عارفه هي ده حاجه مرضيه ولا بسبب ان انا باكل كتير ولا قله نشاط. اي ايه بالظبط الفرق ما بين ده ما بين ده وده؟ طيب انا دلوقتي عايزه اسال سؤال عشان خاطر ناس كتيره جدا بتبقى يعني عندها يعني لغط او لخبطه فيه. انا بروح للدكتور بيديني نظام جاهز وباي باي مع السلامه. ده غلط جدا. ورقه مطبوعه عنده لفلان وعلان اللي دخل بعد منه والبيشنت اللي دخل بعد منه او العيان اللي دخل بعد منه وخلاص على كده. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ انا ما بحبش كده خالص. يعني انا كل حاله بتخش لي المفروض بقى بفصل عليها هي بمواعيدها بحياتها بالاكل اللي بتحبه كل حاجه، خريطه غذائيه انا همشي عليها كل هي. اسبوع تناسبها هي. تناسبها هي، انا بديها ورق بعرف هي بتحب اكلات ايه ما بتحبش اكلات ايه، بعرف مواعيدها امتى، وجباتها ازاي، وشغلها بدري ولا متاخر. بالظبط انت بتعرفي برضو من اللي قدامك بحيث ان انت تعرفي تكتبي لها اكل هي تعرف ان هي تجيبه وتقدر تشتريه. بالظبط كده. لكن انا ما ينفعش ان انا اكتب لها حاجه ما تكونش عندها مقدوريه ان هي تجيبه، او مثلا اكتب لها حاجه هي اصلا ما بتحبهاش، لا هو ده اللي هتاخده، هو ده اللي موجود، الورقه بتقول كده، هي مش هتمشي عليه، مش هتقتنع بيا كدكتوره. بالظبط بالظبط مش هتقتنع بيا اصلا. وكده كده الناس فكره الاكل ده شهوه، ففكره كده الناس اصلا بتبقى عايزه تاكل. بالزبط. فلما تيجي تاكله على مزاجها مش هتعملها. بالظبط. انت لو حرمتيها من حاجه هي مش هتعملها. طب ليه؟ طب ما انا هحط لها الحاجات اللي هي بتحبها بس الكميه اللي تناسبها في الوقت ده عشان تنزل وزنها. بالظبط. طب ما دي حاجه كويسه جدا. يعني ان انا لازم اسمعها الاول بشوف ده لازم طبيعه جدا. اكلها عامله ازاي، الدنيا ماشيه ازاي معايا، وفي الاخر ابتدي ان انا اديها النظام الغذائي اللي هو الخاص بيها. انسب حاجه والله. كويس. احنا كده يعني لانش بوكس ولا ما نقولش لانش بوكس؟ لا لسه. نسال نختم قبل ما نختم قبل ما نختم الحلقه، في بعض الحاجات اللي الناس بتستخدمها عشان تزود معدل الحرق. تمام. فياخد برشامه، البرشامه دي يقول لك ان البرشامه دي هاخدها من هنا هتسيح الدهون من هنا. خلاص كده؟ او تاخد الاكل بجد اللي انا اكلته وترميه بره. زي كده مقوله برضو دي خدعوك فقالوا. ايوه ما احنا عايزين نعمل عشان زي برضو. بالظبط كده. انا بعملها في يعني بكتب في كتاب جديد كده فعامله كده جزء خدعوك فقالوا. كويس. فعليا حاجات كتير بقى من الكلام ده، يعني زي مثلا انا اكل اكل كتير واشرب في الاخر بيبسي دايت. انت عملت ايه؟ وايه بيبسي دايت ده اصلا يعني. مثلا باكل اكل كتير واجيب بعد كده شاي اخضر. لا شاي اخضر اللي هو هحرق ايه؟ هحرق ايه ولا ايه يعني؟ انا هدوخ معاكي بقى. انا في مره كنت قاعد مع حد كلنا كباب وبعدين كلنا رز بلبن وبعدين رحنا قعدنا، فاول حاجه طلبها قال لك انا عايز بس شاي اخضر عشان يسيح لي الدهون. اوه حسن ما شاء الله. مجرد ده يعني كده لا ولا اي واتنين باكت في الشاي ما شاء الله. ده اللي هو ما شاء الله عشان يبقى يعني مركز. مركز. ايه الموضوع يعني؟ لا هو كل ده غلط، كل دي اقاويل. السوشيال ميديا رهيبه في الاقاويل دي، المفروض الناس ما تمشيش ورا الاشاعات دي. ليه؟ علشان كلها اصلا مش من الناس متخصصه. الشاي الاخضر ده علشان يبتدي ان هو يحرق حاجه في الجسم ما يقلش عن 8 كوبايات في اليوم. ايوه طبعا ده غير عشان يبتدي بس ان هو هيحرق. الراس اللي موجوده في الصيدليه. بالظبط كده. الناس اللي ما بتعرفش تشربه، وانا مش قادره اشرب شاي اخضر مش بحبه. طب ماشي اعمل ايه؟ في ناس كتير ما بتحبش، فهم بقى بياخدوا راس من اللي هي تقول ايه هحرق الكلام ده كله. مشكله ان برضو في ناس بتاخد حاجات اولا مش تحت استشاره الدكتور، بياخدوا حاجات ليها اثار جانبيه كتير بتاثر على السنترال على المخ. قبل ما نشوف ايه اللي بياخدوه بيأثر هناخد اتصال تليفوني. استاذه سمية اهلا بيك. استاذه سميه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. اتفضلي. لو سمحت انا عندي بنت عندها 5 سنين بس ما بتحبش تفطر الصبح. تمام. طب هي ما بتحبش تفطر ليه؟ يعني انت بتكوني عامله لها مثلا حاجه هي ما بتحبهاش ولا يعني هي مثلا بتكون عايزه اكل معين؟ مش عايزه تفطر، ما بيبقاش ليها نفس يعني الصبح.
ولا حتى بتاخد مثلا بيضة، يعني حتى لو بيضة مسلوقة وكوباية لبن أي حاجة؟ احيانا بتشرب نص كوبايه لبن ما بتكملهاش، اها بتاخد سندوتش بيض كم من نصه كده يعني. تمام، يعني هي لو اكلت اي حاجه هتبقى كويسه، بس ما ينفعش ان ننزلها من غير حاجه تقريبا خالص. انقطع الاتصال مع الاستاذ سمية. لا اتقطع يعني ايام لا كده معاك. وايام كده. طب هي الوجبه بتاعت المدرسه بتاخدها معاها، بتاكل ولا مش بتاكل؟ لا ما بتاكلش، بديلها السندوتشات بتجيبها تاني. طب هي عندها نحافه، وزنها قليل يعني معاكي؟ لا متهيألي وزنها كويس، بس انا المقصد ان انا عايزاها حاجة تقوي التركيز طيب بصي، يعني. غير اديها مثلا مكسرات، اديها اكليها كبده، حاجات فيها حديد واوميجا 3 كتير، علشان الحاجات دي هي اللي هتنشط لها الذاكره، واللي هتحسن لها يعني نشاط الذاكره بتاعتها. يعني اي حاجه فيها حديد بتنشط الذكاء. ما هو بصي انا هقولك على حاجه، طيب الحديد انا طب واوميجا 3 ده خلينا نشكرها طب ونجاوبها، ماشي. وممكن بعد الحلقه تتواصل معانا على الارقام اللي موجوده اسفل الشاشه. استاذ سميه انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. هو انا اللي فهمته ان هي لما بتصحى ما بترضاش تفطر كتير، او ملهاش لو نفس تاخد في حاجه افكار كتيره بتحصل معاها كده. بتاخد نص حاجه وخلاص ماشي. لو هي اخدت، المهم انها تاخد اي حاجه الصبح عشان ده البنزين ماشي بتاعها عشان وهي رايحه المدرسه. طول اليوم. لكن بقى ان هي ما بتاكلش الوجبه بتاعت المدرسه دي، في حاجه كده غلط. طب ما انا ممكن اعمل لها تحاليل، يعني ده ممكن يكون سببه ان هي ما بتجوعش، مش ما بيجيلهاش نفس تاكل، يكون في ديدان، في بالظبط، جرثومه معده، في اي حاجه. في اي مشكله عضويه غير بالظبط ان هي كده، بتدلع ومش عايزه تاكل. بالظبط طب يا كده. دكتوره، لو حبيتي في نهايه الفقره بتاعتنا، ايه النصيحه اللي تحبي توجهيها للناس عشان يبتعدوا عن الخرافات المنتشره على وسائل التواصل الاجتماعي؟ في انه خرافات كتيره جدا، الخرافات دي بتاثر على جدا الناس سلبا، اشهرها وتنصحيهم بايه؟ اشهرها هو الشاي الاخضر والادويه والحاجات دي كلها طبعا. وانا انصحهم ان هم يبعدوا تماما عن اللي بيسمعوه وبيشوفوه على السوشيال ميديا، يروحوا لحد متخصص يسالوه. لكن ما خدش معلومه، يعني في ناس اصلا بتتبع اي نظام كده من دماغها، مثلا لو نزلت عليه كيلو او 2 كيلو، ده انا عملت نظام يا جماعه وهنزله على النت وانتوا كلكم هتخسوا. في ناس بتخس وفي ناس بيبقى بالسلب عليها، ممكن تتخن وتزيد مش مناسب وفي بالنسبة ناس لها، عندها مشاكل مناسب. عضويه كمان. بالظبط كده، في امراض مزمنه. فيا جماعه السوشيال ميديا ده الناس بتنزل وهي مش عارفه اللي قدامها ده هيبقى ده جسمه هيتقبله ولا لا. زي ما ما ينفعش. بينزل من وزنه بينزل من صحته في بعض بالظبط الاحيان. بالظبط. دكتوره جيهان الدمرداشي، اخصائيه التغذيه العلاجيه والسمنه والنحاف، انا بشكرك شكرا ميرسي جزيلا لوجودك معانا. نورتينا دكتوره جيهان. ميرسي، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا رب. بالصحه في والسلامه. في نهايه فقرتنا دايما لما بتكلم عن التغذيه وبتكلم عن وسائل اللي بتساعدك في نزول الوزن او الحفاظ على صحتك، في مقوله كده كان سيدنا علي بن ابي طالب كان قالها، بما اننا في المولد النبوي الشريف، كان بيقول لك اشرب كل ما يؤكل واكل كل ما يشرب. معنى هذه المقوله ان الحاجه اللي بتتاكل امضغها كويس قوي فتنزل في بطنك شراب، والحاجه اللي بتتشرب حاول تستطعمها كانك بتاكلها. وده لانه احيانا بعض الناس تقريبا حد ياخد منه الاكل لو ما خلصوش في مده معينه فبيبلع الاكل، وده تاثيره الصحي بيبقى غلط. واحيانا لما بنيجي نشرب حاجه على طول جري، اشربوا بالراحه 3 مرات وكله بالراحه، اشربوا بالراحه وكله بالراحه. الفقره الجايه ان والرياضة. شاء الله، والرياضة والرياضه مهمه زي ما الدكتوره بتقول. الفقره الجايه ان شاء الله هتكون فقره خاصه عن الانشاد الديني لذكرى المولد النبوي الشريف، فانتظرونا. عليه الصلاه والسلام.